مساء الخير مشاهدينا الكرام، وجمعة مباركة على الجميع، وتحية طيبة لكل متابعي سيدتي في كل مكان طبعا ودائما عبر روتانا خليجية. اليوم مشاهدينا موضوعنا الرئيسي من الرياض، بنتكلم فيه عن الخوف عند الأطفال وكيف نتعامل مع هذا الخوف ومتى يتحول من خوف طبيعي إلى خوف مرضي. لكن طبعا قبل التفاصيل اسمحوا لي أنتقل إلى جدة أمسي على زميلاتي في الخير خلود وسامية. يا مساء الورد. يسعد مساك يا رنيم، مساء كل من تابعنا عبر هذه الشاشة، شاشة روتانا خليجية. أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم سيدتي. مشاهدي الكرام، بعد ما تعرفنا على فقرات زميلتي رنيم في الرياض، اسمحوا لي نتعرف أو أعرفكم على فقراتنا هنا بجدة. اليوم من جدة حنتكلم عن افتتاح مكتبة الملك فهد العامة بجدة، وتحديدا القسم النسائي اللي يهمنا في هذا الموضوع. لكن قبل البدء بفقراتنا، اسمحوا لي أن أمسي على زميلتي العزيزة سامية. يسعد مساك يا سامية. يسعد مساك يا خلود. الحمد لله، مساء الخير رنيم. اليوم ايضا رح نتعرف مشاهدينا على الازياء والتصاميم التراثيه للمصممه السعوديه نهال الشبات. بالتاكيد طبعا، بالاضافه لفقراتنا في فقرات عديده ومتنوعه. لكن قبل البدء، خلينا بس نذكركم على متابعه حلقاتنا اليوم او كل يوم عبر صفحتنا في اليوتيوب، وايضا لا تنسوا تعليقاتكم واقتراحاتكم عبر صفحتنا باليوتيوب، عفوا بتويتر وفيسبوك. اليكم العناوين. سيدة اليوم، عزباء قضت 14 عاماً مع أسرة من المانيكان وبريطانية تخاف الطعام. مكتبة الملك فهد العلمية أول مكتبة بالمملكة تخصص أقساماً مستقلة للشباب والأطفال والمرأة. الخوف عند الأطفال، كيف تتعاملين معه؟ أهم الأزياء التراثية السعودية للمصممة نهال الشبات عبر إنستغرام. وفي سوبر مام لليوم، حاجتنا لأكل الموالح، كيف نتخلص منها بأربع خطوات عملية. مشاهدينا، نبدأ الحلقة مع أخبار السعودية مع زميلتنا رنيم. إليك رنيم. شكرا لك يا سامية. شكرا لك يا سامية. فعليا مشاهدينا الأخبار بتكون اليوم من الرياض، وخبرنا الأول بعنوان سعودية في لجنة تحكيم رولكس، حيث اختار القائمون على جوائز رولكس للمبادرات الطموحة عضو مجلس الشورى الدكتورة حياة سندي ضمن لجنة تحكيم تضم عددا من الخبراء في مجالات علمية تتعلق بحماية التنوع البيولوجي على الأرض لتطوير التقنيات الرائدة واستكشاف عوالم جديدة، وعددهم 7. وبالعودة إلى فئات جوائز رولكس، فهي محددة في مجالات العلوم والصحة والتكنولوجيا التطبيقية والتنقيب والاستكشاف والبيئة والتراث الثقافي. هذا وسيقام الحفل في جنيف خلال الفترة من 14 وحتى 15 من الشهر الحالي. الخبر الثاني بعنوان لجنة ثلاثية لإعادة تأهيل طفلي نجران. في التفاصيل، وجه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بإعادة تأهيل ضحيتي واقعة تبديل المواليد في منطقة نجران، السعودي يعقوب المنجم والتركي علي يوسف جوجا. وفقا لمصادر صحفية في الوطن، فإن القرار شمل تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة أو ممثلين عفوا إلى جانب أمارة المنطقة لمباشرة إعادة أو أعمال التأهيل النفسي الجديد، إضافة لمعالجة التأثيرات الاجتماعية للطفلين وتصحيح أوضاعهما بشكل رسمي، وذلك بعد أن تكشفت قضيتهما قبل نحو 7 سنوات. هذا خبرنا الثاني. أما الخبر الثالث مشاهدينا بيكون من صحيفة الوطن، وهو خبر بعنوان مواطن يزوج ابنته بريال. حيث زوج مواطن سعودي ابنته مقابل مهر قدره ريال واحد فقط في رسالة عملية للآباء المغالين في المهور لحظهم على تيسير الزواج كما أمر الدين الحنيف. وأشار المواطن عياد عيد البلوي إلى أن المبرر وراء طلب ريال واحد كمهر لابنتي هو للإيمان بأن استقرار الأسرة في المستقبل يبدأ بتخفيض النفقات وعدم تحميل الشباب المقبل على الزواج فوق طاقتهم، مبينا أنه سيتم الزفاف في نهاية شهر أبريل من خلال لحفل بسيط ومختصر بدون تكاليف ولا مبالغة. ونختم مشاهدينا جولتنا الإخبارية من السعودية مع هذا الخبر، حاضنة ومسكن للمغتربات في أول صناعية نسائية في الأحساء.
في التفاصيل، أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن عن بناء حاضنة أطفال وناد صحي ومباني سكنية للعاملات المغتربات في أول مدينة صناعية نسائية في محافظة الأحساء المزمع تشغيلها خلال 9 أشهر المقبلة. وأوضح مدير تطوير الأعمال بالهيئة المهندس طارق شهيب أن الهيئة على استعداد تام لتخصيص جهة محددة داخل المدينة الصناعية النسائية في الأحساء لمصانع المشغولات الذهبية وتوفير المزيد من الحراسات والأنظمة الأمنية بما يكفل الحماية الأمنية لتلك المصانع والعاملات بها. الآن مشاهدينا ننتقل إلى أخبارنا المنوعة، وفيها تخيلوا مشاهدينا، عزباء قضت 14 عاما مع أسرة صناعية من المنكان وبريطانية تخاف من الطعام، والتفاصيل في التقرير التالي. أغرب الأخبار وأطرفها، أخبار من حول العالم نستعرضها سويا بفقرتنا الأسبوعية International News. والبداية مع المرأة العزباء التي قضت 14 عاماً مع أسرة صناعية من المانوكا. فبعد سماعها السؤال نفسه مراراً وتكراراً من الأهل والأصدقاء، لماذا لم تتزوجين بعد؟ قررت المديرة الفنية سوزان هاينز القيام بشيء حيال ذلك، حيث قامت بتأسيس أسرة صغيرة من المانوكا. وعلى مدى 14 سنة و10,000 ميل من السفر والتنقلات، أخذت سوزان عائلتها الوهمية في كل مكان، وأخذت معهم جميع أنواع الصور العائلية. إلى الأمريكية التي تتناول المكياج بدلاً من الطعام ننتقل. بريتوني ذات 22 سنة من ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم مساحيق التبرج كخوتها اليومي بدلاً من وضعها على وجهها، وتعترف أن لوني البودرة الرمادي والبني هما المفضلين عندها. وبدأت هذه العادة السيئة مع بريتوني بعمر 5 سنوات عندما تذوقت للمرة الأولى مساحيق تبرج والدتها، فأغرمت بطعمها وباتت تنوع الماركات والمنتجات مع مرور السنوات. وبالنسبة لها فالأمر أشبه بتناول أصابع الشوكولاتة، وهي تنفق ما يقارب $200 أسبوعياً لشراء هذه المساحيق. إلى البريطانية التي تخاف الطعام نأتي على ختام هذه الفقرة. ليا فيرست البالغة من العمر 17 عاماً تخاف فعلياً من جميع أنواع وأصناف الأطعمة، ولكنها لا تستغني عن السباغيتي المعلبة وهي وجبتها المفضلة الوحيدة طوال الوقت. وبالرغم من برنامجها الغذائي الذي يعتبر طبياً غير صحي ولا يفيد كثيراً، إلا أن ليا وكما تصف حالها تظهر بصحة جيدة ووزن طبيعي ولا تشتكي من نوعية أكلها الذي داومت عليه منذ سنوات. إذا مشاهدين مع هذه الأخبار المنوعة ننتهي من جولتنا الإخبارية، لكن طبعا مستمرين لحظات ونكون معكم، ابقوا معنا مشاهدي سيدتي. في سيدتي بعد الفاصل، مكتبة الملك فهد العلمية أول مكتبة بالمملكة تخصص أقساما مستقلة للشباب والأطفال والمرأة.